مرحبا، يعطيكم العافية. من الشغلات اللي شفتها اليوم في أحد السوبر ماركتات في كندا اللي هي Free Fruits for Kids، كل الأطفال اللي عمرهم 10 سنوات فما أقل ممكن يأخذوا موزة أو برتقالة إذا كانوا هون for free. هذا لدعم الأطفال وتحفيزهم على أكل الفواكه. حركة حلوة من السوبر ماركت هذا، وشي جميل لو يطبق في باقي دول العالم. الكيدز كتير صاروا للأسف بتحولوا من الأكل الطبيعي الصحي إلى أكل الجنك فود، فلازم نرجعهم للأكل الصحي. يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما جميع أولادكم يكونوا بصحة وعافية.